الرحمن الرحيم. مهندس مصطفى عفيفي، مدير مركز المهندسين للتكنولوجيا والعلوم روران اسكندريه. حضرتك يا فندم، ايه الخدمات اللي بيقدمها المركز؟ والله الميزه عندنا ان المركز بيقدم خدمات للمهندسين وللطلبه والمهندسين اللي هم حديث التخرج والمهندسين القدام التخرج القديم. احنا عندنا الحمد لله كذا مجال للمهندسين، ودي حاجه احنا بنتميز بيها في الشرق الاوسط. ان احنا بندي مدني وعماره وميكانيكا وكهرباء وانتاج، والناس اللي بيدوا عندنا الحمد لله الانستراكتور بيبقوا مهندسين استشاريين لهم خبره عمليه اكتر من الخبره الاكاديميه، لان في الغالب بيبقى الطالب او المهندس محتاج للخبره العمليه اللي مش بيلاقيها في الكليه. ايه هي بقى الخدمات دي، نوعيتها؟ والله احنا الحاجه المميزه الاخيره اللي احنا مقدمينها في مجال الكهرباء، بنقدم عندنا 2 معمل. المعمل بيسع حوالي 20 مهندس في البي ال سي اس 7 300، ودي حاجه مش موجوده غير الحمد لله عندنا في اسكندريه، وده حاجه جديده احنا بنضيفها للمهندسين عشان نقوي الخبره العمليه عندهم. يعني احنا عندنا في الكورسات الكهرباء البي ال سي بندي تدريب نظري وتدريب عملي وتدريب عملي كمان خارج المركز. هل اهتمامكم بالعمل وايمانكم به هو ده اللي خلى مفيش فرع تاني للمركز؟ والله احنا بنفضل ان احنا لما يبقى لينا فرع تاني ان شاء الله ما يكونش فرع تاني بيدي كواليتي مختلفة او بيدي حاجة احنا بنديها في نفس الفرع اللي عندنا. فمعنى كده ان احنا بنفكر في ان احنا ندي فرع تاني بس خارج اسكندرية، وده اللي احنا ماشيين فيه دلوقتي. يعني احنا دلوقتي بنأسس فرع في القاهرة في منطقة المعادي، فرع تاني في القاهرة في منطقة 6 اكتوبر. هل مثل هذه الدورات كفيلة أو كافية بالنسبة للمهندس التعامل مع العمل الميداني؟ هو المهندس تملي محتاج للجديد ومحتاج للمتطور، محتاج لكل حاجة هو بيعوزها سواء دلوقتي موجودة في مصر أو خارج مصر. فاحنا بنحاول نكون ابديت مع الخارج ونحاول نكون ابديت مع كل حاجه جديده بتنزل، فطبيعي ان ما فيش حد بيستكفى بالمعلومات اللي عنده، وده اللي احنا بنحاول نحققه. بمعنى ان احنا دلوقتي بنطلع المهندس على الحاجات اللي هو عايزها في الوقت الحالي، والحاجات اللي بتتطور بنحاول نعمل بيها دورات جديده وبنقدمها. كم دفعه خرجتوها لحد دلوقتي؟ والله احنا شغالين من سنه 98، فالحمد لله خرجنا مجموعات كتيره في دورات كتيره. بس التعاون الاخير مثلا ان احنا عملناه مع نقابه المهندسين، عملنا دورات لحوالي من 300 ل 400 مهندس. هل في تواصل ما بينكم وما بين المهندسين اللي اتخرجوا من المركز؟ دي حاجه طبيعيه، لان اصلا مش احنا كاداره بس اللي بنتواصل، لا ده الانستراكتور كمان بيتواصلوا، لان بيبقى عندنا الفيلد زي ما قلت حضرتك قبل كده ان الانستراكتور عندنا اغلبهم مهندسين استشاريين.
فبالتالي لما بيبقى في مشكله في موقع بيبقى المهندس بيرجع للمكان اللي اخذ منه المعلومه اللي شايف انها معلومه صادقه وقويه، فبالتالي بيرجع للانستراكتور او لينا كاداره بحيث نحاول نحل له المشاكل اللي موجوده، ودي احنا بنقولها او الناس بتبقى عارفاها وبنقدمها فور فري. يعني احنا المركز عندنا تدريب واستشارات، فلما يبقى حد طالب حاجه للاستشاره فبنقدمها له من غير مقابل. يعني اولا انا بشكر النقابه على الفرصه اللي اتاحتها لينا وللمهندسين سواء الطلبه او خريجين سواء حديث تخرج او قدام، لان الموضوع ده ما كانش موجود في الفتره اللي فاتت في النقابه، وحاجه زي كده مش انا لوحدي اللي لامسها ولا الناس اللي حتى اتدربوا عندنا، لا ده على مستوى اسكندريه ومستوى النقابه ككل كمهندسين حاجه زي كده حصلت. فاحنا طبعا بنشكر النقابه على المجهود اللي اتعمل او الناس اللي مسكت النقابه مؤخرا على المجهود اللي اتعمل. بالنسبه للناس المهندسين اللي اتدربوا معانا، احنا عندنا حوالي في الفتره الاخيره اللي عملناها مع النقابه في حوالي 350 مهندس اتدربوا على دورات مختلفة، بريمافيرا، توكاد، سيفتي، كواليتي، بي ال سي الى اخره. طبعا بالنسبة للشغل العملي احنا عندنا الحمد لله تدريب نظري وتدريب عملي، والحاجة الجديدة اللي ان شاء الله هنقدمها للنقابة كان لنا عمر يعني في الفترة المرحلة الجاية ان احنا هنعمل تدريب عملي في الموقع. احنا دلوقتي الحمد لله عندنا معمل او معملين بي ال سي، بي ال سي 7300 اس 7300، المعمل الواحد فيه 20 فرد، وده تدريب عملي لكل مهندس بياخد تدريب عملي عندي وبياخد تدريب عملي في الموقع ان شاء الله. ودي حاجه ان شاء الله هنقدمها للنقابه في الفتره اللي جايه ان كان في نصيب وتعاقدنا معاهم. الحاجه الثانيه ان احنا بننفذ تدريب عملي غالبا في الدورات بتاعتنا بنسبه 60 40 او 20 80، ده حسب الكورس اللي بيتاخد، بالاضافه ان احنا بنقدم ورك شوب بيبقى موجود قطع عينات والى اخره، وبننزل الناس تدريب في الموقع خصوصا للطلبه بتوع مدني وعماره لان في حاجات لازم تتعمل يدويا فيهم. طب باشمهندس مصطفى، كان عندي بعض الملحوظات من بعض المهندسين اللي حضروا. طبعا هي كلها كانت بتتكلم ان بيبقى الكلاس مش بيستوعب العدد كله، يعني بيبقى العدد اكبر من الكلاس او المعمل اللي موجودين فيه. فطبعا دي نقطه نتمنى ان انت حضرتك اذا كان يبقى العدد اقل بحيث يبقى الاستيعاب احسن وبراحه يعني مستريحين المجموعات اللي بتحضر دي، بناكد عليها. دي الحاجات اللي هي كانت ملحوظات عندنا. برضك كان في اتفاقنا الاولاني حضرتك عملت منحه 180 للمهندسين في جميع التخصصات، ل 150 مهندس في جميع التخصصات. هل الموضوع ده هيعاد تاني ولا لا؟ فايت حضرتك تفيد يعني تسكت باذن الله ناوي ان انت تعيد نفس الملحه تاني، وهل في باذن الله الفتره الجايه هنشوف منك؟ احنا عندنا مهندسين ياما قوي بنبحث لهم عن عمل، وانتوا كمركز اكيد لكم علاقات مباشره بالصناعات والشركات، فلو كان بطريقه او باخرى يكون من خلال الدورات اللي احنا بتدوها او انتوا بتدوها تكون احد هذه الدورات مطلب للشركات الصناعيه، فبالتالي لو نقدر نكون مع بعضينا نفيد يعني نكون سبب تعيين او تشغيل بعض المهندسين في تخصصات من هذه العلاقات ولا لا، بعدك احب اعرف منك على اساس هيبقى ده التزام ادبي منك للنقابه في الفتره الجايه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالنسبه للنقطه الاولانيه احنا طبعا طبيعي ان احنا لازم لو في مشكله لازم نحلها. بالنسبه للاعداد الزياده دي بتبقى مثلا تبقى دوره او دورتين بتبقى خارج عن حدودها، بمعنى ان احنا عندنا الاماكن ستاندر، اللاب المفروض 15، انا اوريدي حاطط 12 جهاز في اللابات، فبسيب حوالي 80% فراغ في اللاب على اساس ان الناس تقدر تستوعب او المحاضرين الطلبه تقدر تستوعب. بالنسبه للنظري برضو نفس القصه، مثلا لما بيبقى عندي عدد حوالي القاعه تاخد 20 فرد بيبقى العدد الموجود حوالي 18، انما لو في مثلا مهندس جاب زميله او حاجه لان بيبقى شايف ان الدوره مهمه ولازم تتحضر و و و وما بقدرش اقول له ما تدخلش، ما بقدرش اقول له لا معلش العدد، انما اي حد بيخش بيبقى الفول ما بيتخطاش الفول كاباستي الستاندر باي قاعه من القاعات. ادي النقطة الأولانية، وطبعا أي شكوى بتبقى موجودة أعتقد إن بيبقى ليها فيدباك موجود وبيبقى فيها
رياكشن الناس اذا كانت اتحلت ولا لا، يعني اذا كان في مهندس اشتكى ان ما فيش مكان او العدد زياده فاكيد بيقول لكم، فاحنا اوريدي بنحل مشكله زي كده، واكيد هيقول لكم تاني مهندس تاني لو ما اتحلتش، وده طبعا الموضوع بيبقى عندكم، واكيد حاجه زي كده هتظهر واحنا بنحاول نحلها اول باول، لان اذا ما كانش المهندس او الطالب بيفهم في وقت المحاضره يبقى ملهاش لازمه. النقطه الثانيه بالنسبه للتخفيضات، وهو طبعا احنا ان شاء الله مستمرين لحاجه زي كده بنفس الديل ونفس النظام ونفس الاعداد، ما لم يطلب مننا اعداد اكتر فاحنا بنرحب لحاجه زي كده. الحاجه الثانيه ان احنا ممكن نساهم في موضوع ان لو في حالات خاصه تقدر انها يعني اذا كان في كوست ولا حاجه ما تقدرش تدفعه، بس الكلام ده بيبقى من خلال النقابه، احنا ممكن ندعم الموضوع 100% فور فري. الحاجه الثالثه الجديده برضو اللي انا نوهت عنها ان احنا اصبح عندنا معامل تدريب عملي مش موجوده في حته ثانيه في اسكندريه، ده برضو بنقدمها من خلال النقابه مش من خلال المركز. الحاجه الاخيره برضو اللي حضرتك قلت لنا عليها، ودي احنا اوريدي يعني بدانا ناخد خطوات فيها، هي موضوع التدريب والتوظيف. تملي الناس تاخد دوره عشان تتوظف، لما بتتوظف تلاقي الدورات اللي بياخدوها مش هي الدوره اللي هو عايزها في التوظيف بتاعه، فترجع الدايره بتبقى مقفوله. فاحنا بدانا الموضوع ده من مده وعاملين سيرفي وشغالين فيه، ان احنا بنشوف ايه الدورات اللي الشركه نفسها عايزاها، ولما بنتكلم مع الشركه بنقول لهم ايه الدورات اللي انتم محتاجينها، بنقول لهم طب ايه الوظائف المتاحه عندكم عشان لو وفرنا التدريب ده هل هتقدروا تشغلوه ولا هو الموضوع يعني مجرد كلام نظري. بالفعل احنا بدا يبقى عندنا داتا لمهندسين في شركات، لفنيين في شركات بيبقوا طالبين مواصفات معينه في الناس اللي هتشغلهم، وبالتالي احنا هننزل باكج برضو من خلال النقابه ان شاء الله، بحيث ان احنا في مجموعه دورات بتبقى مجهزه، وهنعلن قبل ما نعلن عن الدورات دي او الباكج دي ايه الشركه اللي عايزاها ومين عايزها كام فرد وايه تخصصه، وفي نفس الوقت ايه اللي هم حاطينه للشخص ده من سالري او مرتب او غيره. ان شاء الله نتعاون مع النقابه في حاجه زي كده. يبقى اللقاء بتاع النهارده وصلنا فيه لثلاث حاجات. تأكيد عشان الكلام اللي حضرتك قلته ده هيبقى هنعلن عنه للمهندسين. أول اتفاق إن حضرتك المنحة بتاعة ال 180 طالب هتتكمل، هترجع تاني نعيدها تاني بإذن الله في التخصصات المختلفة. حضرتك وعدت النهارده إن بإذن الله في اللي في دورات هتتم طبقا لاتفاق المركز بتاعكم مع الشركات، وبالتالي هتبلغنا بحيث إن المهندسين المطلوب تدريبهم في هذه الدورات لشغل وظائف في شركات معينه ومحدده من خلال النقابه والمركز هنبدا باذن الله الفتره الجايه نوجدها. موضوع ان الطلبه ان عندهم ظروف معينه ماديه، حضرتك وبرضك بالتنسيق معاك ومع النقابه في بعض الدورات معينه نقدر نخليها فور فري، وطبعا ده بحد ذاته يعني شيء يشكر عليه المركز، وبنشكرك وبنتمنى باذن الله يبقى الفتره الجايه السمري بتاعها اعلى بكتير من الفتره اللي قبل منها، واشكرك.